ومن خصائص يوم الجمعة لصحة الحديث الذي يرى صحته البيهقي بكثرة الآثار، وكذلك ابن القيم وهو حديث أبي قتادة عند أبي داود ومر معنا، وابن القيم يقويه مع أن في الحديث اختلافاً بين المحدثين، وهو أن جهنم تسجر كل يوم، هذا وارد في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة أن النار تسجر كل يوم قبل الزوال. متى؟ يعني قبل أذان الظهر بما يقرب من ربع ساعة، حين يقوم قائم الظهيرة، ولذلك لا نصلي وقت ينهى عن الصلاة فيه قبل أذان الظهر بعشر أو ربع ساعة. لما؟ لأن جهنم تسجر فيه. لو قال قائل: أليست الصلاة داعية إلى أن يكون المسلم مرضيا لله عز وجل فيتناسب مع تسجيرها؟ فيتناسب مع تسجيرها. بعض الناس قد يقول: لماذا ينهى عن الصلاة لما تسجر جهنم؟ تسجير جهنم هذا يدل على ترهيب وتخويف من الله عز وجل، ألا تكون الصلاة مناسبة؟ فأصح الأجوبة هنا أن الصلاة طلب، الصلاة طلب، ولله المثل الأعلى، والملك حال غضبه لا يطلب منه ولا يستحسن أن يطلب منه، وهنا نهي عن الصلاة. ولذلك في حديث الشفاعة في الصحيحين، في حديث الشفاعة الكبرى، طلب الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله لكي يفصل بينهم في القضاء، فماذا كانت الأنبياء تقول؟ تقول: إن الله، يعني هذا ليس وقتا للشفاعة منا نحن. لما؟ قالوا: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد لله عز وجل، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إلا يوم الجمعة لحديث أبي قتادة فإن جهنم لا تسجر. ولذلك مثل ما مر معنا في الخطبة الماضية أنه ليس هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه يوم الجمعة قبل الزوال، لهذا الحديث وحديث الوارد في صحيح البخاري كما مر. قال ابن القيم رحمه الله: لما لا تسجر جهنم، كما قال في زاد المعاد: لما لا تسجر جهنم في يوم الجمعة؟ قال رحمه الله: لكثرة ما يقع في هذا اليوم من الطاعات، ولقلة ما يقع فيه من المعاصي من أهل الإيمان، حتى قال: إن أهل الفجور ليخف فجورهم في يوم الجمعة مما لا يخف في يوم السبت أو في غيره. ومن خصائص يوم الجمعة أن صلاة الفجر وإلى الله المشتكى، مع هذا السهر الذي عم وطم بالناس أصبحت صلاة الفجر في يوم الجمعة لا تشهد في المساجد، فمن باب أعظم من حيث السوء ألا تصلى في وقتها. لكن من خصائص وفضائل يوم الجمعة أن فجر يوم الجمعة إذا صليت جماعة في المساجد فهي أفضل صلاة فجر يؤديها المسلم في سائر أيامه. الدليل:
ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلوات صلاة الفجر في يوم الجمعة في جماعة، ومع هذا السهر إلى الله المشتكى. نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. وما ورد من حديث أبي عبيدة عند الطبراني من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس هناك صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، وإني لأحسب أن من شهدها كان مغفورا له. يكفينا الحديث السابق، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن مع هذا كله يكفي لصلاة الفجر يوم الجمعة أنها أفضل صلاة فجر في أي يوم من أيام الأسبوع. ومن خصائص يوم الجمعة أنه جاء الوعيد الشديد في حق من تخلف عنها. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يأتي وعيد شديد في مثله من الصلوات إلا صلاة العصر. وهناك أناس الآن في فروشهم، أعوذ بالله من أن يطبع الله عز وجل على القلب. الحديث ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كما في المسند والسنن: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني: من ترك ثلاث جمع من غير عذر كتب من المنافقين. إذن غفلة وختم على القلب وطبع على القلب ويكتب من المنافقين. نفاق، غفلة، طبع، ختم على القلب. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي تهاون في صلاة الجمعة يكتم من المنافقين، لكن لو تركها وندم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحرص على ألا يتخلف عنها. لكن أهناك صدقة يتصدق بها؟ فالجواب عن هذا: ورد حديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تخلف عن صلاة الجمعة فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، والدينار عملة من الذهب. لكن مع هذا كله فالصحيح خلافا للحاكم وابن حبان والذهبي، فالصحيح أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله في الضعف الحديث الذي: من تخلف عن صلاة الجمعة فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم أو بصاع حنطة أو بنصف صاع حنطة، أيضا هذا الحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب على المسلم مع وجود هذا السهر الذي حل بالناس وضيعت فيه الأوقات أن يكونوا حريصين على أداء صلاة الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أن الله عز وجل أقسم به في كتابه، وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، كما جاء تفسيره بإسناد حسن منه صلى الله عليه وآله وسلم
كما عند الطبراني، بل إن يوم الجمعة كما جاء عند الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث الحسن: ما طلعت الشمس ولا غربت على مثل يوم الجمعة. من خصائص يوم الجمعة أن من أتى بهذه الصفات المذكورة في الحديث الذي سأذكره بعد قليل له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة، من حيث الصيام ومن حيث القيام. وهو حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه كما جاء في السنن من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت واستمع ولم يلق كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. نأتي إلى هذا الحديث ونشرح شيئاً منه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، الأظهر أن معنى غسل واغتسل خلافاً لمن قال إنها للتأكيد فقط استدلالاً بكلمة ومشى ولم يركب، لأن التأكيد هنا لا ينبغي أن يقال. لما؟ لأن كلمة مشى ولم يركب مختلفتان من حيث اللفظ، فيكون معنى غسل واغتسل يعني أنه اغتسل يعني غسل جميع بدنه وزاد في غسل رأسه، يعني بالغ في غسل رأسه كما جاءت بذلك رواية أبي داود. بعض العلماء وهو مستحسن وتدل عليه بعض الأدلة قال: من غسل واغتسل بمعنى أنه يندب له إذا أتى إلى الجمعة أن يجامع زوجته حتى لا يلتفت بصره حال خروجه من بيته إلى أن ينظر إلى الحرام، فيكون قلبه صافياً حال ذهابه إلى الجمعة. لما؟ قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، اغتسل هو وغسل غيره، ويسندون ذلك إلى ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قالوا هنا إشارة، لكن رواية عبد الرزاق في مصنفه قال: كغسل الجنابة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم بكر وابتكر، قيل هي للتأكيد، والصحيح أن معنى بكر يعني أتى أول الوقت يوم الجمعة، وابتكر يعني أنه حضر أول الخطبة، لأن بعضا من الناس قد يأتي في أول الوقت ولا يحضر الخطبة ثم يعود بعد ذلك بعد أن فاته جزء من خطبة الخطيب.
بعض العلماء يقول المقصود من بكر وابتكر يعني تصدق في يوم الجمعة، لحديث باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، لكنه حديث ضعيف. ومشى ولم يركب، هذا يدل على فضيلة المشي إلى الجمعة لمن تيسر له ذلك، لكن إن لم يتيسر لعذر ونحو ذلك ففضل الله عز وجل واسع. ولكن المشي له خصيصة هنا، قال ومشى ولم يركب. ثم دنا من الإمام، هذه مسألة مهمة، بعض الناس يحضر مبكرا لكنه لا يدنو من الإمام، بعض الناس ربما يحضر مبكرا وإذا به في الصفوف المتأخرة مع وجود أماكن في المقدمة قريبة من الإمام، فاحرص بارك الله فيك إذا أتيت أن تدنو من الإمام قدر ما تستطيع. ففرق بين الحضور مبكرا وبين القرب والدنو من الخطيب. واستمع وأنصت، قد تكون معنى استمع وأنصت من باب التأكيد، ولكن الصحيح ولم أرى أحد الشراح تحدث عنه، لكن الصحيح أن استمع وأنصت إذا اجتمعتا فتختلفان من حيث المعنى، لكن لو ورد الاستماع وحده فهو بمعنى الإنصات، وإن ورد الإنصات وحده فهو بمعنى الاستماع، لكن إذا اجتمع في نص كما هنا فالاستماع يتعلق بعدم الكلام، والإنصات يتعلق بهيئة الإنسان بمعنى أنه لا يتحرك كثيرا. ومن هنا تعرف معنى قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال في الآية فاستمعوا له وأنصتوا، أهناك فرق؟ نعم، فالاستماع من حيث عدم الكلام، والإنصات من حيث هيئة الإنسان فلا يتحرك كثيرا حال سماعه لقراءة القرآن. قال ولم يلغ، يعني لم يأتي بشيء تكون جمعته لاغية. كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة، أجر صيامها وقيامها، فكم جمعة تمر عليك في الشهر وكم جمعة تمر عليك في السنة؟ كيف إذا أتيت بهذه الصفات في كل جمعة تأتي إليها كل أسبوع؟ لكن ليعلم أن الصدقة في يوم الجمعة مندوب إليها، وليعلم أن ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية من أنه كان يأتي إلى الجمعة فيأخذ ما تيسر من بيته فيتصدق به، فيقول إن الله جل وعلا أمرنا أن نتصدق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصدقة بين يديه عز وجل من باب أولى. ليعلم أن فعله رحمه الله ليس مبنيا على استحسان، لا، لو لم يأتي دليل ما قلنا بهذا، فنحن مع الشرع من حيث الاتباع. الدليل ما جاء في مصنف عبد الرزاق من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن يوم الجمعة والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام. لكن ليعلم أن الصدقة في يوم الجمعة مندوب إليها، وليعلم
أن ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية من أنه كان يأتي إلى الجمعة فيأخذ ما تيسر من بيته فيتصدق به، فيقول: إن الله جل وعلا أمرنا أن نتصدق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصدقة بين يديه عز وجل من باب أولى، ليعلم أن فعله رحمه الله ليس مبنياً على استحسان. لا، لو لم يأتي دليل ما قلنا بهذا، فنحن مع الشرع من حيث الاتباع. الدليل ما جاء في مصنف عبد الرزاق من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن يوم الجمعة: والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام. ومن خصائص يوم الجمعة لصحة الحديث الذي يرى صحته البيهقي بكثرة الآثار وكذلك ابن القيم، وهو حديث أبي قتادة عند أبي داود ومر معنا، وابن القيم يقويه مع أن في الحديث اختلافاً بين المحدثين، وهو أن جهنم تسجر كل يوم، هذا وارد في صحيح مسلم من حديث عمر بن عبسة أن النار تسجر كل يوم قبل الزوال. متى؟ يعني قبل أذان الظهر بما يقرب من ربع ساعة، حين يقوم قائم الظهيرة، ولذلك لا نصلي وقت ينهى عن الصلاة فيه قبل أذان الظهر بعشر أو ربع ساعة. لما؟ لأن جهنم تسجر فيه. لو قال قائل: أليست الصلاة داعية إلى أن يكون المسلم مرضيا لله عز وجل فيتناسب مع تسجيرها؟ فيتناسب مع تسجيرها. بعض الناس قد يقول: لماذا ينهى عن الصلاة لما تسجر جهنم؟ تسجير جهنم هذا يدل على ترهيب وتخويف من الله عز وجل، ألا تكون الصلاة مناسبة؟ فأصح الأجوبة هنا أن الصلاة طلب، الصلاة طلب، ولله المثل الأعلى، والملك حال غضبه لا يطلب منه ولا يستحسن أن يطلب منه، وهنا نهي عن الصلاة. ولذلك في حديث الشفاعة في الصحيحين، في حديث الشفاعة الكبرى، طلب الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله لكي يفصل بينهم في القضاء، فماذا كانت الأنبياء تقول؟ تقول: إن الله، يعني هذا ليس وقتا للشفاعة منا نحن. لما؟ قالوا: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد لله عز وجل، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إلا يوم الجمعة لحديث أبي قتادة فإن جهنم لا تسجر. ولذلك مثل ما مر معنا في الخطبة الماضية أنه ليس هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه يوم الجمعة قبل الزوال، لهذا الحديث وحديث الوارد في صحيح البخاري كما مر. قال ابن القيم رحمه الله: لما لا تسجر جهنم، كما قال في زاد المعاد: لما لا تسجر جهنم في يوم الجمعة؟ قال رحمه الله: لكثرة ما يقع في هذا اليوم من الطاعات، ولقلة ما يقع فيه من المعاصي من أهل الإيمان، حتى قال: إن أهل الفجور ليخف فجورهم في يوم الجمعة مما لا يخف في يوم السبت أو في غيره.
ومن خصائص يوم الجمعة أن صلاة الفجر وإلى الله المشتكى. مع هذا السهر الذي عم وطم بالناس أصبحت صلاة الفجر في يوم الجمعة لا تشهد في المساجد، فمن باب أعظم من حيث السوء ألا تصلى في وقتها. لكن من خصائص وفضائل يوم الجمعة أن فجر يوم الجمعة إذا صليت جماعة في المساجد فهي أفضل صلاة فجر يؤديها المسلم في سائر أيامه. الدليل ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلوات صلاة الفجر في يوم الجمعة في جماعة. ومع هذا السهر إلى الله المشتكى. نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. وما ورد من حديث أبي عبيدة عند الطبراني من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس هناك صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، وإني لأحسب أن من شهدها كان مغفورا له. يكفينا الحديث السابق، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن مع هذا كله يكفي لصلاة الفجر يوم الجمعة أنها أفضل صلاة فجر في أي يوم من أيام الأسبوع. ومن خصائص يوم الجمعة أنه جاء الوعيد الشديد في حق من تخلف عنها. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يأتي وعيد شديد في مثله من الصلوات إلا صلاة العصر. وهناك أناس الآن في فروشهم، أعوذ بالله من أن يطبع الله عز وجل على القلب. أحاديث، ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كما في المسند والسنن: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني: من ترك ثلاث جمع من غير عذر كتب من المنافقين. إذن غفلة وختم على القلب وطبع على القلب ويكتب من المنافقين. نفاق، غفلة، طبع، ختم على القلب. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي تهاون في صلاة الجمعة يكتم من المنافقين، لكن لو تركها وندم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحرص على ألا يتخلف عنها. لكن أهناك صدقة يتصدق بها؟ فالجواب عن هذا: ورد حديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تخلف عن صلاة الجمعة فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، والدينار عملة من الذهب. لكن مع هذا كله
فالصحيح خلافا للحاكم وابن حبان والذهبي فالصحيح أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله في الضعف الحديث الذي من تخلف عن صلاة الجمعة فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم أو بصاع حنطة أو بنصف صاع حنطة، أيضا هذا الحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب على المسلم مع وجود هذا السهر الذي حل بالناس وضيعت فيه الأوقات أن يكونوا حريصين على أداء صلاة الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أن الله عز وجل أقسم به في كتابه، وشاهد ومشهود، فالشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة كما جاء تفسيره بإسناد حسن منه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني، بل إن يوم الجمعة كما جاء عند الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث الحسن: ما طلعت الشمس ولا غربت على مثل يوم الجمعة.